نعم، هي الزيارة الأولى بعد 6 سنوات. ما يميز يعني مثلا أستاذ محمد، سابقا كانت زيارات الزعامات الكردية هي تنتج عن جهد وطني كردي جماعي ومصلحة كردية جماعية، يعني ربما الكرد كانوا بيضة القبان في العملية السياسية. نعم. الآن مع يعني نحن في كردستان نبحث عن الحلول مع شركائنا الآخرين، ولكننا ربما لا نفكر يعني بالحلول داخل إقليم كردستان، والخلافات موجودة بين الأطراف الكردية. نحن كاتحاد وطني كردستاني ايضا السيد باف الجلال الطلباني موجود في العاصمه بغداد، لذلك ولكن ما يميز هذه المرحله منذ عام 2018 بالتحديد بعد تداعيات يعني فوز الدكتور برهم صالح وخساره مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني حينها الدكتور فؤاد حسين، اصبح نوع من التباعد يعني في زيارات الوفود الكرديه، يعني لا يعد هناك جهد كردي جماعي يترجم لمصلحه للجغرافيا السياسيه الكرديه او لاقليم كردستان. هذه النقطه واضحه، لذلك نحن كاتحاد وطني في نفس الوقت نحن نؤمن في وحده البيت الكردي، ولكن في نفس الوقت من لم يكن يؤمن بالوحده او يحاول اقصاء وتهميش الاتحاد الوطني الكردستاني، فنحن نستذكر قول الزعيم الراحل مام جلال عندما كان يقول: نصادق من نصادقنا ونعادي من يعادينا.